في نبوة مكتوبة عن أرض سوريا من 2000 سنة إنها تكون موضع تجمع الجيوش في حرب يوم القيامة. بمجرد سقوط سوريا والرئيس بشار الأسد كل الدول العربية هتسقط. تعال نقرأ النبوة مع بعض وشوف، اسمع وشوف. الكلام ده مكتوب في كتاب الرؤية من 2000 سنة. ثم بوق الملاك السادس، الملاك السادس ده هما 7 ملائكة هيضربوا ضربات يوم القيامة السبعة. فسمعت صوتا واحدا من 4 قرون مذبح الذهب الذي امام الله قائلا للملاك السادس الذي معه البوق: فك الـ4 ملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات اللي في ارض سوريا. النهر العظيم الفرات، نهر الفرات ده هيجف علشان يعد طريق الملوك اللي من مشرق الشمس اللي هم جوج ومأجوج اللي هم روسيا والصين، هيحاولوا اقتحام الشرق الاوسط ويعسكروا عند ارض سوريا. فهتتهيج الدول الغربية وامريكا عشان تيجي تحاربهم في ارض سوريا، والحرب في اوكرانيا هتتنقل في سوريا. الكلام ده بص مكتوب ازاي: فانفك الـ4 ملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث الناس. في حرب نووية عظيمة جاية بين القطبين اللي في العالم، هتبتدي من أرض سوريا. بمجرد سقوط الرئيس بشار الأسد هتبتدي، وهتكون دي علامة. الكلام ده كله رؤية شفتها من السماء، لكن جاي أدللك عليها من الكتب والديانات السماوية بالكلام اللي مكتوب، بفسره قدامك وبقولك إن إحنا على وشك دخول نهاية الزمان. إحنا في آخر مسلسل نهاية الزمان، بعد ساعات معدودة هتكون علامات رهيبة، علامات رهيبة في السحاب وفي النجوم وفي الأرض، والدنيا كلها هتتلخبط ونظام المناخ هيتلخبط، والناس هتصحى من النوم هتلاقي كل حساباتها في البنوك اتحذفت، وكل مواقع التواصل الاجتماعي هتتحذف، والأسر هتنشق على بعض، والعائلات هتبعد عن بعض، والأب هيجي على ابنه والابن هيجي على أبوه، والناس هتبقى تاخد الفلوس في شغلها. الأجر هتحط مثلا 1000 جنيه أجر في جيبك هيتصرف في يوم، وهيبقى فيه غلا جديد، وبعد الغلا الفنا، بعد الغلا الفنا. فكل الكلام ده دلوقتي بيتحقق، وأصغر مؤمن بالله عارف الكلام ده. أنا ما بقولش كلام جديد، إحنا مش عيبنا الجهل، إحنا عيبنا التجاهل، عيبنا التجاهل. فاليوم خلاص مفيش زمان بعد الزمان، والكلام ده انا شفته في رؤية حقيقي ومتأكد منه 100%، ولألا ما كنتش هطلع اقول عليك الكلام ده. واللي عايز يصدقني يصدقني، واللي مش عايز يصدقني ما يصدقنيش، واللي عايز يتريق عليا في التعليقات يتريق عليا في التعليقات. كل اللي هيتريق عليا في التعليقات هيزيد نسبة انتشار الخبر ده الى ما لا نهاية، فيروح من واحد لواحد. لان الله معايا، وان كان الله معايا مين عليا؟ وانت حاسس ان روح الله عليا دلوقتي وبيكلمك. ما بكلمكش من نفسي ولا بطلب مجد نفسي، بطلب مجد الله اللي ارسلني. وانا شخص فقير ماليش حاجة في الدنيا ولا عايز حاجة من الدنيا، انا جاي دلوقتي انادي امام الله ان الله نازل على السحاب، نازل على السحاب بجمهور ملائكته، وصوت هيخرج بالناس هيقول كائنات فضائية بتقتحم الارض. الوقت ده هيتجمعوا كلهم عند ارض سوريا، وهيقيموا المدافع على السحاب علشان يستقبلوه، وهو ده هيكون استقبال الحبيب اللي خلقنا. فيرد عليهم بسيف فمه، وهيجمع كل المؤمنين من كل الأرض ويملكهم على كل الأرض، وهيطرح كل الملوك والأمراء في مغاير الجبال والصخور. هو ده يوم الحساب الشهير المعترف بيه في الديانات الثلاثة على الأبواب، على جميع الناس الاستعداد للقاء الله الحي.